الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية المخزومي وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها أو أحاج لك بها عند الله. قال: قل لا إله إلا الله كلمة، كلمة بالنص على أنها بدل، بمعنى أنك لو حذفت كلمة لا إله إلا الله ووضعت بدل لها كلمة كلمة فصح، قل كلمة، وضبطت كلمة فتكون كلمة خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي كلمة، ولكن النصب أولى، وذلك لأن القاعدة في اللغة أن عدم الحذف أولى من إثبات الحذف، وذلك لأن الأصل عدم الحذف، فنحن إذا قلنا كلمة لا نحتاج إلى أن نقول هناك شيء محذوف، وأما إذا قلنا كلمة فنحتاج إلى أن نقول إن هناك شيئا محذوفا.